صحيت على خبر مؤلم جدا جدا، كريم فؤاد اشتباه كبير في صليبي وبيحاولوا يعملوا له رنين مرة تانية عشان خاطر يتأكدوا اذا كان فعلا صليبي ولا لا. طبعا انا عايز اقول حاجة وانوه عن حاجة، ان كابتن عمرو القلاوي وكان تقريبا كابتن احمد سامي مدي دفعة جامدة جدا للاعبين لدرجة ان هما كانوا بيتغشموا مع لعيبة النادي الاهلي، يعني مش بيلعبوا. عايزين اقول لك ان الفير بلاي مش في العنف وفي الضرب وفي القوة، الفير بلاي يا بابا انت وهو ان انت تلعب كورة للكورة، تلعب وتمتع الناس وتستغل مهاراتك في ان انت توصل للهدف وتوصل للجول، توصل لمرمى الخصم، تقدر تجيب جول، مش ان انت تكسر في اللعيبة وتخبط في اللعيبة. انا هوريكم دلوقتي فيديو لعمرو القلاوي، هقول لكم ان هو فعلا كان مصمم انه يضرب كريم فؤاد ويكسره. فكله يا جماعة إلا أذية البني آدم في أكل عيشه، يعني يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو ده يشيره كتير جدا، ربما يوصل للناس كلها، يعني يوصل لكل اللعيبة. يا ريت يا جماعة نحافظ على بعض، يا ريت يا جماعة نحافظ على بعض. الفير بلاي زي ما أنا ما قلت إن أنت تلعب على المرمى وتلعب إن أنت تكسب، مش تلعب إن أنت تضرب الخصم وتكسره وتبقى مصمم إن أنت تكسره. اتفرج. ليه بس؟ ليه الأذية دي يعني؟ يعني ليه؟ مصمم ضرب مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر راح شايط رجليه من ورا. ده كان فيديو حبيت أنوه عنه، بس يا رب يوصل للناس كلها ويوصل للعيبة ويوصل لإدارات النوادي، عشان خاطر الواحد زهق من كتر الإصابات وكم الإصابات اللي بتيجي لعيبة النادي الأهلي وكل اللعيبة. أنا ما بتكلمش على الأهلي بس، أنا بتكلم على زمالك، أهلي، إسماعيلي، بيراميدز، أي فريق. يا ريت يا جماعة نحافظ على بعض، ده أكل عيش، زي ما أنت بتاكل عيش من الكورة، هو برضو زميلك اللي بيلعب قصادك دوت برضو بياكل عيش من الكورة، إحنا مش بنلعب بوكس ولا كيك بوكس ولا كاراتيه ولا تايكوندو عشان نكسر بعض بالمنظر ده. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إن رضاكم نيلو عجبكم، واستنوني فيديو جديد إن شاء الله في صفقات النادي الأهلي، ومبروك للنادي الأهلي عطية الله اللي كان مصمم عليه كولر. أشوفكم في فيديو جديد، كان معكم محمد الصيفي، سلام.